محظوظ جاي اتصرفوا على تبعتكم. ايه يا خالتي احنا مش جايين من الشقه. الله، مش انتوا قلتوا خليكوا على طبيعتكم؟ ايوه يا خالتي على طبيعتكم، بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بنتي. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان. يا عهدي، ومين الهانم؟ احنا ما تعرفناش. انا صباح، وحضرتك تبقى مين يا عسل؟ دي مرات بابي unfortunately. يو نسيت. هو في عند حضرتك مشكلة ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا، مفيش اي بلع بالمرة، طول ما انتوا قاعدين بادبكم تشرفوا. لا ما تقلقش، احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شوية عشان اشوف البست؟ وماله. طيب مدام، have a good time. وانت من اهله يا روح. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ تفتكروا اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، بدليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصي علينا. اكيد بيوصي ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليماي متخلف. سوري انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. واتيفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب. اكيد مش بيوصي علينا يا نجلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده، يعني ده سوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي هنا. لا بعد اذنك، احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. ماما ميني بيهيف، مش عايزه اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. ماما ميمي هتيجي معانا؟ اوكي خليكي. تعالوا بسرعه، هو ده السلم اللي بيطلع عند العربيه. هطلع انا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره. لو حصل اي حاجه كلميني في التليفون. اوكي مش عايزني اساعدك، اصل انا فجاه حسيت ان انا نفسي اساعد كل الناس واخدم كل الناس. نيلي انت اتغيرتي قوي، للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن طبعا، وعارفه كمان لما بقى حبيبي مش وقته. يلا انجز. هاني. نعم هاني. يلا يلا. ايه؟ يلا نطلع فوق عند العربيه. انت متخيل دي هند صبري؟ هند صبري يا نيلي بحبك. سي هاي، ازيك؟ هاي ازيك؟ على فكره انا مش بحب اروح للسليبرتيز اقول لهم انا بحبكم واتصور معاكم. دي مش سليبرتي، دي اسمها هند صبري. ايوه عارفه، يعني ما احبش ان انا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي. سوري انا لازم ادخل التواليت على طول. لا استني بس، ده انا بعشقك عشق. طب اقول لك على حاجه، بيقولوا ان انا شبهك. لا انت احلى بكتير طبعا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. عارفه ايه التشابه؟ اللي هو السنان اللي بتبقى ايه زي باكس باني دي. دي مش ضب على فكره، ده سكسي طبعا. لا بجد، بالظبط بالظبط. شوفي بعد اذنكم كان في فيلم بتطلعي فيه حلو قوي. الجزيره؟ اكيد الجزيره. لا هو ما كانش في جزيره، كان على الارض عادي. ابراهيم الابيض؟ لا ولا كان ابيض. طب على ما تفتكري ادخل التواليت ارجع له. طب استني بس، ده احنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده انت هند صبري. ربنا يخليك. شيري هندي فكره حلوه قوي. انا كنت عايزه اقول لك مشكلتي. طب ممكن انا اقول لك مشكلتي؟ انا ساكنه في الفيلا اللي جنبكم هنا، وجايه عشان المايه قطع عندي ولازم ادخل التواليت حالا. اكيد فاهمه. انا مش هاخد وقتك كتير، انا كنت عايزه اقول لك بس انه انا بابي في السجن، وكنت عايزاكي تساعديني انه بس. ماشي. طب ما تقولي كده من الاول. لا انا مش قصدي كده خالص. انا قصدي هاتي. هتجيبي ايه يا اما؟ طب بتجيبي النكلس ده؟ بطلي تسول يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقول لك يعني القصه كلها، بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ يعني روحي اتكلمي معاه، اتدلعي عليه، ارقصي له. رسيلو؟ ايوه مش انت ممثله؟ بس انا سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال، انت ممثله محترمه ما بتعملش الحاجات السكسي دي. بصي انت تخشي عليه بسكه ايه؟ الاكشن. الحقني يا محفوظ هيخطفوه. مش هديكي اداء بقى، انت استاذ عقد. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده. اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شيرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط، بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات.
قال نيلي وشريهان قال شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس خرابي على جنب. الهي يا رب ما توعى تتهنى بي تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعت علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه يا هاني قلبت الدنيا هنا. الماده الماده يا عم بطل انت شارب ايه؟ استايكز يا عم بطول. مش لاقي اي حاجه خالص ده كان ناقص اشيل الجلد من على انت جبت المجله دي منين؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفه. طب مش تقول لي يا هاني؟ انت خلف ده. طب ما في كلاكس. واقول لك ايه الحياه يا سيف؟ في كلاكس. وايه ده؟ يا دين النبي في مساحات يا سيف في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده. انا عايز لسه الف بيها وكاروز وامرك وعمل كاروز ايه فوق من اللي انت فيه؟ اعمل حاجه مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدي بقى. ايه يلا انت مالك انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ انا شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف او ماي جاد بينده على سيف؟ سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بشاور لك يا عم اهو سيف اهو. اسكت. ايه يا حي جمهورك؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف او ماي جاد بينده على سيف؟ سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بشاور لك يا عم اهو سيف اهو. اسكت. ايه يا حي جمهورك؟ يا لهوي هيحبسنا ابن الهبله. ايه ده؟ انت بتعمل انت وهو فوق؟ انزل لي يا فنش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين اطلعوا انت. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانيه واحده ايه جوز النضرجيه اللي انتوا موقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكم؟ في سوء تفاهم حضرتك. انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهيه. ايه ده بس يا انكل؟ الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقول لك ايه مالكش دعوه انت خالص في الموضوع ده. اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقول لك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش عليا انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكره بقى كده. طب بقول لك ايه بقى يا ماجد؟ بس 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 هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل اتفضل. الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يلا؟ بقول لكم ايه؟ امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعي يا بت. اللي هيقرب مني هشق الازازه دي في دماغه. وانا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس خليه يسمونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هتجيب الشلوت وهديها اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهين. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. انا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي. قول له يا اسطى فكاله محدش يتحرك. قول له يا اسطى فكاله شايف لي ابني على البطاقه دي كلها وحرس لي الخمره دي كلها وحرس لي المزز دي كلها. في ايه يا محفوظ باشا؟ استرعدنا ليه؟ سبحان الله يا باشا المعجزه اللي احنا فيها دي. هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل؟ لا قبل ما الجريمه تحصل.
اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي، وبعد كده كمان هو خبط ال... فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. لو العربيه هي وكاله من غير بواب؟ العربيه دي مش مرخصه؟ مرخصه ايه يا باشا، دي ديكور. الركنه هنا مش ممنوعه يا باشا؟ بقول لحضرتك ديكور. ركنه ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورته دي شوكولاته؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. فش يا ابني العيال دي كلها بسرعه بسرعه. ما تقلقش يا سعاده باشا، احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن، بس لا مؤاخذه يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه. اصلا انا لا مؤاخذه خدت دش سخن، وزي ما انت شايف الريح شده فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا، احنا هنمسك العيال ديت ونزج بيها في السجن ارضاعا للعداله. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك، فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي انت اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرايه ضاحي فيها ضاحي. بيتك ضحيه وخبت ايه؟ ايه اللي ضحيه وخبت ايه؟ شو ما تقولش اسم هنا الله. ما تقولش اسمك، تعملي فيها ظابط. شو ظابط يلبس كده؟ يلبس كوتش بينور الله. ظابط وداخل ديسكو الله. والعسكري ده ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك العروسين. مش بقى اسبكوها بقى، ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها. حاضر نسبكها. يعني نعمل ايه؟ ايوه شويه صعبانات. يا سعاده البيت حرام عليك، انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلباه وبنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر اللي بتقوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي. انت مزاك ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيبوحه، ايه ريحه بقك دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي، مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى. ضحي ايه وخيمة دي يا سيف؟ الله اطلع، خلي بالك من سيف يا سيف. سيف والله العظيم يا حضرة الظابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يا هبل. هند صبري؟ وانت ايه، خالد الصاوي؟ انا ضاحي. يالا ضاحي، انت طلعت حكومه يا ضاحي؟ يا ابني حكومه ايه، ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعه انا خايفه قوي، انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيرين، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت، الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه ليه لا، ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول، ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له، انجز بصه واحده. بصه واحده يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا، يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقه تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب، بص على رجلك يا انت. لا استنى استنى، تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوقكم. انزل يا تهوى، انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام، هل يعني كده هتسد الرصاصه؟ انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم،
مع اني اقدر اخلص عليكم، بس حاسبكم هنا عشان تتعلموا حاجه. يا واطي يا سحلاب. عادي، اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام، حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدن. يا حلوه دي، ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكوا هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. مش خير. يا حبيبي يا هاني معلش. الخير ممكن ينتصر في الافلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر. يا رب تموت يا شيخ دمك سم. شريت اخبط ضفدعي. لا حبوس ايدك حبوس. لا اخبطك اخبطك مين. طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن، المسدس اجمل. ماشي خلصني. هاني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتنزل. انا سيف، يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح. اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. استصرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف ده الدبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعه بسرعه. اسمعوا كلامي بسرعه. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه ده الدبي؟ من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندو. الدندوب ايه؟ انا عبد المامور. ده ابو الدهب ايه؟ ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب ايه؟ لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا؟ ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع ايدك. يلا اثبت مكانك، ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك والكيكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبوا لنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ آه يا عسعوزتي ياني، كأني فايت علي قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكو، كسحتوني. وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش، وانت برضو اللي صممتي تيجي. ويا ريتك جيتي لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبة. وانا اعرف منين يا فالحة انه هو ناوي اذيه؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاتنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك. قلنا لهم هلا والله نبغى نروح القاهره، راحوا جايبيننا على القاهره. انا بقى مديت ايدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها، ما عجبهمش. بمباكوا معاي ما سكتش، رحت مسيبه عليهم رجاله القهوه. وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح ام بيج فان. ايه دي بقى، حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا دي حاجه حلوه، يعني ان انا معجبه بيكي جدا وام ان لاف بطريقه كلامك. طب وماله يا حبيبتي، ما انا ليا معجبين كتير. هو انت اول واحده؟ لا يا اختي انا مش قادره، انا جتتي بتوجعني ولازم انام، بقالي ليلتين ما نمتش، والخمره بايته في معدتي وعامله لي انتفاخ هتموتني. قومي يا ابله مين، تعالي يا حبيبتي لما ردعك وانيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا اختي قومي اسندي عليا.
هو انا يا اختي اللي ساندة عليكي ولا انت اللي ساندة علي؟ انت اللي ساندة علي عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت. شريهين احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟ انا خايفة قوي، حاسة ان هو هيبعت لنا العصابة بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير، يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقولك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني زبط مع اصحابه يأمنوا لنا البيت ويأمنوا لنا المنطقة كلها، اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوا التراب. هو انت ازاي واثقه قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انت ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري شريهان ما تزعليش مني، يلا بقى مش هنحل كلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شريهان انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني؟ تعرفي فين الفلوس؟ يلا الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي انت قدرتيني ودمتي. لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ بقولك الكلمات المتقاطعه بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. يعني ايه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حته وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحه مقطوعه والارقام كمان كلها مظبوطه اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، انا ما بقتش فاهمه حاجه خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميله جدا جدا جدا. اصل جدكو بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوه المانو بتاعته اللي هي العريحه ولا مظبوطه، والسيجار في ايده، يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي، السيجار الكوبي طبعا معروف ان هو ملفوف على افخاد العذاره، السمر الحياره، الشقر. لا انت كده هتفقع لنا المراره، انجز. حاضر. العدد ده بصراحه دي ذكريات حلوه قوي قوي وجميله، تحب احكيها لكم؟ كفايه ذكريات غريبه بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين، نشوف كده الرقم. صح، العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة فعلا، ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين؟ ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه؟ شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا، اصل اقول لكم ايه، ما انا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده اصله ليه ذكريات جميله قوي قوي ومهمه، حبيت احكيها لكم، انتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، انما تقعد تقول لي البداره والعذاره وتقرفنا بصراحه حضرتك. انا مش حاكي. خلاص يا شريهان اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنه 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميكي. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، البرنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشريهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين
لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على أي معلومة أخرى، لكن الشرطة بتحاول تستفسر أكتر وتعرف أكتر من شهود العيان. كان معاهم أيضاً شخص خامس، وهو كان منتحل شخصية ضابط، وهو أيضاً اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث أو الجريمة. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصورة عن اللي حصل اليوم ده، والشرطة بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على أي حد يلجأوا للشرطة مباشرة. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسماً بالله شق الإزازة دي في دماغه، وأنا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس أخليه صابونة لوكس. يا سلام يا سلام، فينك متكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف أولادك وأحفادك دول هما كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعة، في حد قاطركو؟ لا اطمن. كويس ان ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان محدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكرة صايعة دي، فكرة مين بقى الفكرة الصايعة دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا، على فكرة انتوا معروفين جدا وصوركم مالية التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تطفي التلفزيون يا ابني. بقول لك صحيح، محدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، محدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقول لك ايه يا ضد، هو احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكوا اول حاجه. بقول لك يا معلم، احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده محدش عارفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزاروا وشوفوا هنعمل ايه. بصوا انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم من المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيوف الاعزاء. اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في مزاز كنت لبست غير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه ده؟ مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خد راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها طب يا جماعه، احنا دلوقتي لازم نروح دار النشا عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقول لك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا، صدقني. بقول لك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عرفتكوش، يخرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف ايه، انت هتسيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. سوري. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني ما فيش اي حاجه، كأنك في بيتي. اعتبريه سيف. انت بتخافي مني؟ اعتبريه سيف، بس ممكن قاعده بيمسك حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليك. ايه بهزر معاك، انا هتصور معاك لما اجي. ماشي هتصور معاك. عينيا عينيا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عينيا في عينيا. نطلع نقعد فوق بقى، التكييفات فوق تحفه. ها يلا بنات، بس ياض يا هبل انت اطلع فوق. ياض حاضر يا باشا، مؤاخذه. هتزيد محمد. برافو عليك يا شريهان. شريهان، هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك، انا عارفه، هي بس بتفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي. ما انت بتاعتك على فكره بتاكل فيها من بدري وانا ساكته. لا اوعي تقولي عليا كده. والله دي كلها سبان. كلها ايه؟ سبان بياكل هنا في دماغي. واو. انا جيب وصلت للعيال اللي عملوا كده في هند صبري. الموضوع بقى قضيه راي عام، واحنا خايفين لا يكون الموضوع ده عمل ارهابي. ما تقلقش سعادتك يا فندم، انا ملف القضيه قدامي ودرسته دراسه وافيه وتم. طيب قول لي بقى وصلت لايه. انا سعادتك يا فندم مش عايز ازعج سيادتك، بعدين انت عارف ان انا مش بتاع كلام، انا بنفذ على طول. في اسرع وقت يا نجيب، الموضوع ده يخلص، الدنيا مقلوبه والاعلام مش هيسيبنا في حالنا. تمام يا فندم، في خلال 24 ساعه العيال دي هتكون قدامك في مكتب سعادتك يا فندم. تمام يا فندم، مع السلامه. احمد الحقني، العيال دي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبه ليه؟ البنتين اللي اعتدوا على الفنانه هند صبري بنتين ولاد عم، اسمهم نيلي وشريهان متجو. قبضت عليهم؟ هم مختفيين بس جري البحث عنهم. طب وبعدين هتعملوا ايه؟ توصلنا لخاله واحده منهم، كانوا عايشين عندها هما الاثنين في الفتره الاخيره. حلو جدا، انا عايز خالتهم دي في اسرع وقت يا احمد. تمام سعادتك. ابو حميد. وامر فندم. لو ما حدش خد اقوال الفنانه هند صبري، انا ممكن اروح اخد اقوالها بنفسي. اصل المدام والولاد بيموتوا فيها، واحنا يعني بنحبها. انت ما شفتش انا عايز اتجوز رمضان اللي فات؟ حلقات منفصله متصله كوميديه جميله هايله. حلوه جدا.
طب يا احمد اتفضل. خليتهم يا احمد بسرعه. تمام سعادتك. انا متضايق منك جدا على فكره. ليه؟ انا عملت ايه؟ عشان قليل الادب. انا قليل الادب ليه؟ قال لك تشرب ايه؟ قلت له بيبس. ايوه في ايه المشكله؟ ما انت طلبت ساعه فواكه، ايه المشكله؟ مش تقول له لا متشكر شكرا هو يعزم عليك زي ما عزم عليا؟ لما عزم عليا كتير قمت ضربت. عزم عليك انت، قلت له عندك ايه؟ وبعد كده رحت طالب ساحل فواكه وقعدت تقول له عندنا شاليه المعموره بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده. هو مال هو؟ انا نفسي اعرف انت متربي فين. انت متربي في حمام؟ يلا اه متربي في حمام. امشي امشي خلص. هات المفتاح. سوق. سوق ايه؟ اسوق العربيه. ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهارده. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ علي النعم. تعالى يا راجل، تعالى تعالى. اوعى ما تحضنيش. انسى بقى السواقه اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا. اه ايه الاخبار؟ الحمد لله، بس انا حاسس بدوخه وصداع كده تقريبا، عندي شرقه او زكام، مناخيري مسيله. انا مالي ومال مناخيرك؟ انا جاي ازورك بالمستشفى. بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك يعني؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. اه هاني وسيف؟ لا كليله ودمنا. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكه. طب خلاص هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش. ساعاتك يعني لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان تشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي. يلا يلا انجز. يلا حضرتك سيب لي العربيه يعني اعمل بيها. لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات، احنا مش شغل المواصلات عليك. الله في الطبيعي يا باشا، ما عليا المواصلات كده مش طبيعي. يلا ضحي بقى انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي بيمشي. حاضر يا صاحب السعاده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مغزى حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش، مرورا بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مغزى مش فاهم يعني إزاي؟ ما أنت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. أنت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وأنا جاي هنا ومروح بيضلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس انا هسالك سؤال واحد لمؤاخذه. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ هو كان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. اه انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه، وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تملي الريق كده. شكرا. هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ ها؟ والله هم كانوا ماشي بالطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا. خلاص والله. لا يا فندم ازاي، ما تقولش كده. اتفضل. كمان اوف عرض. كانوا بيسألوا على ايه بقى؟ والله كانوا بيسألوا على عدد من الاعداد اللي كتبهم مكاوي بيه الله يرحمه. لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد وايه البتاع. والله استنى بس هجيب لك. اصل انا خرجت من غير اكل الصبح، وبعدين البتاعة دي مريت لي بطني، هقول لك ايه؟ ما انت عارف الدنيا ملحوقه ملحوقه. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كان بتسال على عدد من الاعداد اللي كتبهم الله يرحمه مكاوي بيه. العدد 1000. بس اصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخه كانت مع مكاوي بيه الله يرحمه، والنسخه الثانيه كانت عندنا هنا. واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو ما بقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعميه، حميت. واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم؟ معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟
عدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده. طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قولي ونعم حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان موضوع كده والله الواحد الذاكره عنده بقت تتوه وبقيت باخد ادويه علشان ترجع لي الذاكره ومفيش فايده. ناقص في السوق. ايه ناقص في السوق. طب نوفره لك. حط كده. ايوه بس نجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. اه المفعول. يا سلام. اقرع ونو زي. اتفضل يا اخويا. ها؟ تسال ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني بس يعني محلول ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس الجشع الجشع هيموتهم. كل حاجه ماشيه في البلد دي بالرشوه. لو ابو الدهب باشا باشا ايه ده انت صفيح البعيد. ما زاد اللي نخشه. هو احنا معانا فلوس؟ كل فلوسنا صرفناها في الغردقه. شوية بابريكان من بتوع زمان بيعلموا في الدماغ ولا يا عسلية انت حلو. قسما بالله يا ضي انت اديك كف على وشك اقلبك على ظهرك زي الصرصار الميت كده كده. سيف انا اتغيرت اه وعارفة ان ده البست فريند بتاعك بس ما ينفعش يقول لنا كده. هو لو فضل يستظرف انا هبعتره. ما تحترم نفسك بقى يا اخي. جايب لي الكلام فيه يا شريف؟ تعالى تشوف المصيبة اللي احنا بيها يا اخي. مصيبة ايه؟ فيها سكرية انت يا حلو. على فكرة بيعاكس خطيبتك. يا سيف ده مفيش منه خوف. اتبسط يا معلم وفرفش. حبيبي. مبدئيا كده يا أستاذ شريف حضرتك دمك سم. انتوا في فيديو يا جماعة تشتروني في فيديو. ده أول حاجة. ماشي. تاني حاجة احنا نفسنا ندخل مزاد عشان نجيب مجلة ميكي ومعناش فلوس. طب ما مجلة ميكي دي يعني لما تتشقلب وتبقى جديدة ومتسلفنة بخمسة جنيه. هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى بخمسينية. قول 100 يا سيدي. لا قول انت يا عم انا ماليش دعوه. وانا خايف من ايه؟ 100. طب احنا معانا كام دلوقتي؟ يعني حوالي 300-400 جنيه اخرنا. طب واحنا ازاي بقى هندخل المزاد واحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا. هنتنكش.